مشروع كبير جدا في خلال سيادة الرئيس لما قال تعالوا موضوع البلازما ده حكايته ايه، انتوا بتشتروا بلازما بقد ايه او مشتقات البلازما اللي بتخش في علاجات متقدمة جدا لامراض مستعصية جدا، طب ليه مصر ما تبقاش بلد على الاقل يبقى عندها اكتفاء ذاتي وان امكن نصدر مع بره، شوفوا مين اللي ممكن يكون في العالم يتعاون معنا، بس نقوا اكبر واحسن متخصصين في هذا المجال اللي هي جريفولز في اسبانيا ودي نمره واحد في العالم في العمل على مشتقات الدم. 300 مليون دولار ما بين جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه وجريفولز العالميه اللي هي شركه مصر في هذا المجال. ممكن يا خالد تسيبنا نحكي الحكايه دي؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا وزير للدفاع فكرت في المشروع دوت، وكانت الدوله المصريه فكرت فيها قبل كده يا خالد وما نجحتش، وطوال المدة دي احنا كنا بنتكلم في مجلس الوزراء النهاردة وبقول حط الهدف وافضل مصر وتتلف حوالين منه لغاية لما ايه يخلص ويتحقق. الموضوع ده كان كده، احنا من ساعة 2012 وانا بحاول المشروع ده يطلع للنور. في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي لها اسم ممكن يستخدم ما تعاونتش معنا. ما هي يا خالد؟ ما تعاونتش لغاية لما وإحنا مصرين نتصل بهنا ونتصل بهنا ونجيب ونتكلم ونقول هندي كل حاجة بس نعمل المشروع ده، نعمله على أسس اللي انتوا اتعمل عليها، ان ده يبقى شراكة والشراكة دي تحمل اسم الشركة العالمية وهي تبقى معانا في كل الإجراءات عشان يبقى في المصداقية الكاملة للاسم اللي احنا هنتحرك فيه. الحقيقة لغاية 2019 يمكن 20 ما امكناش. ما يا خالد؟ امكناش. ليه ما امكناش؟ مش مهم، بس هو ده اللي حصل. لكن احنا مصرين على ان نعمل كده لغايه لما جت كورونا بتاثيراتها، فعملت تغيير. عملت يا دكتور مصطفى؟ عملت تغيير في الفكر العالمي للموضوع ده، فكانت الفرصه ايه؟ متاحه. اذا لما تيجي تجد تغيرات عالميه بتحصل حوالين منك اوعى يفوتك تستفيد منها. اوعى يفوتك يا خالد تستفيد منها. في الوقت ده قدرنا لقينا ان الناس بتفكر في تشكيل خريطة مختلفة شوية، وكانوا مستعدين على دولة زي مصر ان هم يشتغلوا معنا، وتم عمل الاتفاق. ويمكن خلال يعني احنا كنا عايزين ان احنا المصنع يكون في خلال 24 او اخر حتى 25، ولكن اول 26 مظبوط مش كده هيكون المصنع ده شغال هنا في بلدنا. انا عايز اقول ايه، في انا هقول كلام مهم قوي دلوقتي يا خالد. الموضوع ده انا اعتبرته انه جزء من تصحيح العادات للمصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لانتاج البلازما. طب ليه؟ لان المعايير المستخدمه في قبول العينات واستمرارها صارمة جدا، صح كده؟ طيب يعني انا عملت مركز في اي جامعة، يبقى انا كل الشباب والشابات اللي موجودين في الجامعة اللي لو حبوا يخشوا يتبرعوا بهذا في هذا المركز لازم هيحافظوا على ان هم المسار الصحي والعادات الصحية هتبقى ايه؟ تصور. لان هو مش لو اي خلل مش مقبول ومش هيتقدم تاني. في مقابل فيها يا خالد، وانا دايما بستفيد من اللقاءات دي عشان القاء الضوء على اكبر حاجه ممكنه. النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مره في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول. طيب لو مرتين بلاش تقول.
طيب رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد. ايه فندم. الحلم كان ملايين. الحلم اللي عندي انهم يبقوا ايه؟ ملايين. ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكرة اللي تحسن من صحة الناس وتخليني يعني اتمكن من انا الالبومين والحاجات الاخرى اللي بتنتجها هذه البلازما تبقى موجودة في مصر، صناعتنا احنا بلازمتنا احنا وتؤثر على الصحة العامة للكثير من الناس، لانه هيبقى مسار صحي محترم. هي دي قصة البلازما. احنا عملنا ثمان مراكز لغايه دلوقتي. تمام يا فندم، والمستهدف 20 ان شاء الله. ده 20 في المرحله ديت، 20 و50 و100 يا خالد. اي فندم. طب انتوا هتشوفوا معايير للدول المتقدمه ازاي بتتعامل مع الشان الصحي. انا بقول كلام مناسب مظبوط، الشان الصحي بشكل احنا هنتعلم منه الكتير، لان الكلام ده بيتم اعتماده من الشركة الاسباني وبتشرف عليه اشراف دقيق جدا وصارم جدا. احنا بعادتنا يعني مش بنهتم بالطريقة دي. انا بس حبيت اقول الكلمتين دول مش عشان اخد الكلمة منك، لا فهمت، عشان اقول حاجة تانية. اوعى تشوفوا خالد بيقول ان احنا محتاجين 1.3 تريليون، هو بيتكلم على الناس اللي هي متوسط الدخل، مش بيتكلم على الناس او الدول اللي مرتفعة الدخل. يعني انت عشان تتكلم في 105 مليون عايز لك مثلا 3-4-5 تريليون جنيه. طب هم مش ممكن هيبقوا موجودين دلوقتي. انا بقول للناس اللي هي بتخش مستشفى ما تعجبهاش يقول لك ايه ده، فين البلد دي؟ البلد هتجيب لما يكون معاها، وعشان يكون موجود معاها لازم تعمل ايه يا خالد؟ تشتغل. تشتغل ازاي؟ ليل نهار. تشتغلي ليل نهار. ليل نهار. شكرا يا خالد. عفو.